على راس مجموعة الجوازيك وتقني السرع وكذلك وتقني الداخلة وكل متقين الصحراويين السياسيين الصحراويين تحية إلى كل المراقبين والمراقبات ونبدأ إشارة لتوقيت الشعار صحراوي صحراوية
سنواصل الكفاح. يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح. تحياني باليا للجبهة الشعبية، تحياني باليا للجبهة الشعبية، تحياني باليا للجبهة الشعبية. بالكفاح بالسلاح نفذ الصحراء بالأرواح، 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 بالكفاح بالسلاح نفذ الصحراء بالأرواح. المغرب مرق عنا خلي الصحراء تتهنى، المغرب مرق عنا خلي الصحراء تتهنى، يا 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 المغرب برا برا والصحراء حرة حرة، يا المغرب برا برا والصحراء حرة حرة. يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح. يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح. واحد 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 شعب الصحراء، واحد 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 شعب الصحراء، واحد رغم كل شبرات احنا شعب لا يموت، رغم كل شبرات احنا شعب لا يموت. بالبندقية انا الحرية، بالبندقية للمحكمة العسكرية، لا شرعية لا شرعية للمحكمة العسكرية، لا شرعية لا شرعية للمحكمة العسكرية، لا شرعية لا شرعية للمحكمة العسكرية. حرامين في كل مكان كرامتهم ما تنهان، حرامين في كل مكان كرامتهم ما تنهان، حرامين في كل مكان كرامتهم ما تنهان، تحياني داريا للمرأة الصحراوية، الشعب يريد تحرير المصير، 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 الشعب تحية لكل المواطنين والمواطنات. والآن كلمة ترحيبية باسم الوفد القادم من مدينة العيون المحتلة، كلمة ترحيبية تتعلق بالجهادة يلقيها الأخ الطيب حمد رمضان. إذن كلمة ترحيبية لتلقيها الأخت عزيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، نضالية عالية لأبطال الجيش الصحراوي، أبطال اللغة وحماة الوطن. تحية نضالية لكل المعتقلين السياسيين القابعين في زنان المحتل وعلى راسهم أبطال ملحمة قديم الزيك. تحية نضالية عالية لجماهير شعبنا في المناطق المحتلة وجنوب المغرب ومخيمات العزة والكرامة. يسعد الفعالية النسائية ترحب بالوفد القادمة
من مخيمات العزة والكرامة والمشارك في أشغال المؤتمر الوطني للعمال الصحراويين، ولعل هذا العرس الوطني الذي نعيشه اليوم بحضوركم دليل على إرادة الشعب الصحراوي بكل أطيافه من أجل مصارعة العدو وتحقيق الاستقلال الوطني على كامل أرض الساقفة الحمراء وتلتهب. إن الفعاليات النسائية بمدينة بوشتور المحتلة تؤكد لكم عزمها على مواصلة معركة التحرير والكفاح الوطني إلى جانب أخوها المناضل حتى تحرير آخر ضبع من أرضنا الغالية. وكل الوطن أو الشهادة الدولة الصحراوية المستقلة. كلمة أخرى بصفة عليها في الانتفاضة ترقيها الأخ الطيب حمدي فليتفضل أشهر. إمام بانتظار وصول الأخ الطيب حمدي لا يصير بكلمة بصفة عليها في الانتفاضة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الذي قدموا أرواحهم قرابيس على مذبح الحرية والكرامة. تحية نضالية عالية لأبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وتحية موصولة الصحراوية المستقلة هي الحل. القادم من مدينة العيون المحتلة، ومن هذا المنبر نعلن تضامننا مع مدينة العيون الجريحة التي تعيش على وضع تنكيل العدو المحتل القاشم أثناء زيارة السيد كريستوفر الراس الأخيرة، وكذلك يوم الأمس اللي هو يوم 8 نوفمبر ذكرى اجتياح مخيم دونزيت. نحن تضامننا مع أهالينا في مدينة العيون وكذلك مدينة السمارة المحتلتين. الآن كلمة للأخت عضوة الوفد القادم من مدينة العيون المحتلة الأخت مريم دنبر، تتفضل. يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصلك كذا. يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصلك كذا. دنبر يا رفيق، سنواصل الطريق. دنبر يا رفيق، سنواصل الطريق. صحراوي.